تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة زاكروس نستهلها بالعناوين الأبرز. برعاية رئيس حكومة إقليم كردستان البدء بحملة مناهضة العنف ضد المرأة في أربيل. تحالف المحور يؤكد ترشيح مجموعة أسماء لوزارة الدفاع. مجلس نينوى يكشف تعرض جنوب الموصل لكارثة إنسانية ويصف الدعم الحكومي بالإعلام فقط. والعشرات يتظاهرون أمام جوازات البصرة بسبب الفساد. أهلا بكم مشاهدينا والتفاصيل. انطلقت يوم الأحد بأربيل وبرعاية رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي من المقرر أن تستمر 16 يوما. وفي مستهل الحملة أشار رئيس حكومة إقليم كردستان إلى الخطوات الحكومية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن الحكومة فتحت الطريق أمام النساء تبوء مناصب حكومية مهمة، معربا عن اعتقاده بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحد من العنف تجاه المرأة. وأضاف رئيس حكومة إقليم كردستان بأن المجتمع الكردستاني ومنذ مئات الأعوام عرف عنه احترام المرأة من خلال إعطائها المكانة التي تستحقها. يشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة اختارت يوم 25 من كل شهر كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء في العالم. عقد مجلس النواب العراقي جلسته 15 بحضور 219 نائبا، حيث افتتحت الجلسة بالتصويت على تشكيل لجنة لتقصي حقائق مشروع بناية البنك المركزي الجديدة والمليارات الغارقة، فيما ناقش المجلس أيضا ملف السيول الجارفة وسبل إغاثة المتضررين. أحمد فيلي ومعه التفاصيل. كما كان متوقعا، مجلس النواب العراقي يصوت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق من اللجنة المالية النيابية للتحقيق بشأن مشروع إنشاء بناية جديدة للبنك المركزي بكلفة ما يقرب من 825 مليون دولار، تحقيق مرصود أيضا من قبل لجنة النزاهة النيابية بحسب أعضائها. سوف نقف على ما قدم من قبل المحافظ واللجنة المرافقة له، وسنتقصى الحقائق، ولكل حادث حديث إذا كان هذا الكلام غير صحيح سوف يكون لنا قول آخر، وسوف نظهره في وسائل الإعلام حول ما قدمه محافظ البنك المركزي واللجنة المرافقة له. طبعا يجب أن يحاسب كل من يشترك بهدر المال العام وأموال الشعب العراقي ويقوم بمشاريع غير واقعية وغير مقنعة ويهدر أموال غير مقنعة لإنجاز هذه المشاريع. وفيما يؤجل مجلس النواب التصويت على القضاة الجدد لمحكمة التمييز، ناقش البرلمان ملف السيول الجارفة التي ضربت مناطق الشرقاط وبعض أجزاء محافظة صلاح الدين ومناطق أخرى، مع توصيات للحكومة باستنفار جهدها لإغاثة المتضررين. هذا الموضوع هو قضية صرفة خاصة بالحكومة العراقية، وعلى السيد رئيس الوزراء أن يكون على رأس فرق الإنقاذ لهؤلاء بالنسبة للغرق بالسيول بمناطق الشرقاط وغيرها من المناطق وكذلك النازحين. لذلك هذا موضوع يخص الحكومة وعلى الحكومة الإصرار. مطالبات من أعضاء البرلمان والسيد رئيس البرلمان أنه التدخل السريع. طالبنا السيد رئيس الوزراء، والسيد رئيس الوزراء اتخذ شكل خلية أزمة ودعا كل الوزارات إلى التحرك حسب ما موجود عندها من معدات مواد غذائية. ويشار إلى أن الجلسة 15 من الفصل التشريعي الأول للدورة البرلمانية الرابعة قد عقدت بحضور 219 نائبا. مجلس النواب يختم جلسته بالتصويت على قرار بشأن ضحايا السيول التي ضربت مناطق صلاح الدين وشرقاط، ليرفع جلسته إلى الاثنين المقبل من أجل استكمال الكابينة الوزارية. من داخل مجلس النواب في العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاكروس تيفي. أكد عضو تحالف المحور الوطني صباح الكربولي أن كتلته ستلجأ إلى مجلس النواب إذا استمر تعطيل اختيار مرشح وزارة الدفاع. وقال الكربولي في تصريح: متمسكون بترشيحاتنا لحقيبة الدفاع،
ورشحنا مجموعة أسماء بينهم ضباط عسكريون معروفون، ويبقى حرية الاختيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لافتا إلى أن هذه الترشيحات جاءت بعد الهجمة واللغط الذي حصل على تحالف البناء، وأضاف أن المرشحين هم أكثر من 6 أسماء قدموا رسميا لرئيس الوزراء، بينهم قادة بجهاز مكافحة الإرهاب ردا لجميلهم بتحرير المحافظات المغتصبة من داعش، بالإضافة إلى ترشيح قائد عملية نينوى و5 آخرين من المكون السني. وجهت مفوضية حقوق الإنسان نداء استغاثة لمساعدة ضحايا السيول في العراق، وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي: نوجه نداء إغاثة إنسانية عاجل للأمم المتحدة والدول العربية والمجاورة، وندعوها لتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا ودعم فرق الدفاع المدني وقوات الأمن لإنقاذ المواطنين المحاصرين من جراء السيول. دعا زعيم ائتلاف الوطني اياد علاوي الى تعويض المتضررين من السيول في المحافظات العراقيه وايوائهم في اماكن لائقه على حد وصفه. وقال علاوي في تغريده له عبر حسابه على تويتر: في العراق فقط لا يرحم الصيف العراقيين ولا يرأف الشتاء بهم. واضاف ان السيول تجتاح عده مدن عراقيه وتشرد الاف العوائل الذين اصبحوا بلا مأوى. وتساءل علاوي: أليس من الواجب أن تكون هناك إجراءات احترازية لمنع حدوث هذه المأساة؟ ودعا إلى إجراءات سريعة لتعويض المتضررين وإيجاد أماكن لائقة لإيوائهم. حصلت قناة زاكروس الفضائية على صور تؤكد رفع الحواجز الإسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، والتي من المقرر أن يتم فتح أجزاء منها اليوم الأحد بناء على أمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وبينت الصور أن عملية رفع الحواجز قد بدأت من الشارع القريب على مبنى مجلس النواب والسفارة السعودية التي تقع قرب فندق الرشيد بجانب الكرخ من العاصمة بغداد. وأكد مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في وقت سابق أن عملية فتح المنطقة الخضراء أمام المارة ستكون جزئية وليست كلية. أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عزمها على تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية في عموم البلاد، فيما كشفت أهمية تفعيل القانون. وقال عضو اللجنة محمد رضا الحيدري إن تفعيل الخدمة الإلزامية طرح في الدور البرلماني لكنه عطل لأسباب سياسية، مردفا أن تفعيل القانون فيه فوائد كبيرة أهمها زيادة اللحمة الوطنية وتأكيد وجود قاعدة قوية تساند الجيش الأساسي النظامي في حال واجه البلد أي مخاطر عسكرية أو أمنية. قال عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي إن مناطق جنوب قضاء الموصل تعرضت لكارثة إنسانية إثر السيول التي أغرقته، فيما بين أن الاستنفار لإنقاذها من قبل الحكومة والأحزاب إعلامي فقط. وذكر السبعاوي أن مخيمات حمام العليل والجدعة والقيار السلامية تعرضت لكارثة إنسانية وغرقت جميع المخيمات، وساكنها تعرضوا للإذلال والإهانة في المخيمات، مبينا أن المواطنين الذين يسكنون بيوتهم في القيار وحمام العليل أيضا يعانون من نفس الكارثة التي ضربت جنوب الموصل. وأشار إلى أن جهود الحكومة الاتحادية لا تزال ضعيفة ولم نلمس أي استنفار مثلما دعا رئيس مجلس الوزراء. زار السفير الفرنسي في العراق يرافقه عدد من النواب الفرنسيين مدينة الموصل، والتقوا بمحافظها نوفل العقوب. وجرى خلال اللقاء بحث ملفات عدة جاء في مقدمتها عزم الحكومة الفرنسية افتتاح مركز ثقافي في المدينة ومقره جامعة الموصل ليكون حلقة وصل بين الثقافة العراقية والفرنسية. هو مرحلة البدائية، المركز الثقافي الفرنسي سوف يفتتح في جامعة الموصل، وتم توقيع الاتفاقية على هذا الاتفاق لتبادل الخبرات الثقافية، وهذا بحد ذاته هو مكسب لنينوى وحكومة وأهالي محافظة نينوى. حاجة سكان الموصل ضخمة،
ولحاجات بالنسبة لإعادة الإعمار ضخمة، لكن في كل المجالات طبعا، إعادة البناء، الجسور، المباني، الحياكل التحتية وكل هذا، وأيضا في مجال التعليم والتربية وثقافة. الثقافة والتعليم والتربية يعني شيء أساسي في تطور أي مجتمع. Et de solidarité que nous sommes venus ici passer au gouverneur. Nous sommes très heureux de la décision qu'il a prise, qui est une décision importante pour la coopération entre la France et Mossoul. بعد تحرير الموصل من قبضة داعش الإرهابي، كان انعكاس الآثار النفسية كبيرا على المرأة، مما دفع منظمات المجتمع المدني العاملة في المدينة أن تولي اهتماما خاصا بهم وتضع نصب أعينها مشاكلهم. التقرير الآتي يوضح لنا التفاصيل. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أقامت منظمة المسلة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان احتفالها بافتتاح حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء في مدينة الموصل. طبعا تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أقامت منظمة المسلة ندوة بخصوص هذا الشأن، وأيضا هي كانت فرصة لافتتاح حملة 16 يوم، لأن هي مو بس يوم واحد لمناهضة العنف، وإنما تستمر لمدة 16 يوم من الأنشطة المتواصلة لتوعية أفراد المجتمع بقضايا العنف ضد النساء. جرى على هامش الاحتفالية حلقة نقاشية لأساتذة مختصين بالشأن النفسي والقانوني والاجتماعي للمرأة، تناولت التعنيف النفسي وكيفية علاجه ومصادر العنف، حيث جاء العرف الاجتماعي في مقدمة هذه المشاكل. الجلسة حوارية ضمنت أساتذة من علم الاجتماع، علم النفس والقانون، و تناولوها الطرح موضوعة العنف ضد المرأة من أكثر من زاوية، كل من ضمن اختصاصه. الهدف النهائي هو التوعية ضد موضوع العنف ضد المرأة، نتمنى أنه نصل إلى مستويات دنيا من العنف. أصبح عندنا العنف ظاهرة اجتماعية، ظاهرة ثقافية، أصبح موضوع مسلم به. حقبة داعش كانت الفترة الأقسى بالنسبة للمرأة الموصلية، والتي تتسابق جميع المنظمات اليوم لتقديم الدعم النفسي لهذه الشريحة التي لا زالت تئن من صدمات الحرب. عمليات العنف التي شهدتها المرأة في مجتمع نينوى أثناء وبعد مرحلة احتلال داعش الإجرامي الذي استهان المرأة واستباح كل الحرمات وقلل من قيمة المرأة واستخدم كل أنواع العنف ضدها. زوجات الدواعش يعني هم مرة، ويعني لازم الدولة يعني يطلع أو يصدر قانون أنه هذول النسوان يأخذون حقوقهم. مثلا عندهم أطفال، هذول الأطفال بدون جناسي، بدون أوراق قانونية. العنف ضد المرأة عبارة تتكرر في كل المحافل، خصوصا هنا في مدينة الموصل، في خطوة يهدف المقيمون عليها إلى رفع الحيف عنهم، في حين يرى مراقبون أن المجتمع الشرقي مجتمع ذكوري ويحتاج إلى جهد جهيد لتغيير هذه النظرة. محمد طلال، زاغروس تي في، الموصل. تظاهر العشرات من أهالي محافظة البصرة أمام مبنى الجوازات في المحافظة رفضا لتفشي الفساد، وقال المتظاهرون إن طوابير المراجعين تقفوا من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة الرابعة عصرا لمراجعة دائرة الجوازات من أجل فائدة المعقبين الفاسدين الذين يقفون في أبواب الدائرة لاستلام الأموال من أجل إنجاز المعاملات. وأضافوا أن شريحة النساء هي الشريحة الأكثر إذلالا في دائرة الجوازات، فالمرأة حين المراجعة تتعرض للإذلال والنظرات المريبة من قبل الضباط والمنتسبين. أكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد أن البصرة تعاني من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بصورة خطيرة بسبب سيطرة الأحزاب على المنافذ والتواطؤ في عمليات تهريبها. وطالب عواد خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان الحكومتين الاتحادية والمحلية بضرورة التدخل السريع لإنقاذ المحافظة. إن محافظة البصرة تمتلك موقعا جغرافيا مميزا باعتبارها المنفذ العراقي الوحيد، وهذه الميزة تحولت إلى نغمة على أهلها. إن البصرة على الرغم مما تعاني من انعدام الخدمات
العامة والصحية والكوارث البيئية انتشرت خلال السنوات الثلاثة الماضية دخول وتجارة المخدرات بشكل كبير، حتى وصل العدد الذين ألقي القبض عليهم أكثر من 4035 متعاطي من المتعاملين والمتعاطين خلال سنة 2017 فقط. غياب دور الحكومة المحلية والمركزية إضافة إلى تحكم بعض الأحزاب المتنفذة التي تتحكم بالمنافذ الحدودية في الشلامجة وأم قصر والتي تفرض هيمنة كاملة على تلك الموانئ، إهمال دور وزارة الصحة لمعالجة هذه الكارثة عن طريق فتح مستشفيات تخصصية لمعالجة المتعاطين. ندعو أن تتحمل الحكومة المحلية والمركزية مسؤوليتها تجاه هذه الظاهرة التي سوف تقضي على الشباب، ونطالب الحكومتين المحلية والمركزية ومجلس النواب بتشكيل خلية أزمة تمتلك الصلاحيات اللازمة للقضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات، ونحذر في حالة عدم الاستجابة لدعواتنا من قبل الجهات المختصة سوف نقوم بحماية شبابنا من تلك الظاهرة الخطيرة، وسنعلن عن الجهات التي تقف وراء تلك الظاهرة بعد كشفها أمام الرأي العام. أكد قائد شرطة البصرة رشيد فليح أن البصرة تعاني من شيوع المخدرات بكافة أنواعها، وتعتبر إيران الممر الرئيسي لها إلى المحافظة ومنها إلى محافظات أخرى داخل العراق أو إلى دول مجاورة. وقال فليح إن نسبة قليلة من المخدرات تدخل من الكويت، ولكن غالبيتها من الحبوب التي تستخدم لأغراض طبية فيسهل إدخالها، كما أن الحدود بين العراق والكويت صغيرة وأصبح من السهل إغلاقها بوجه المهربين. وأوضح أن القضاء العراقي يجب أن يشدد الأحكام على تجارة المخدرات وإنزال عقوبة الإعدام بحق التجار الكبار، وليس الأحكام العقابية الموجودة الآن التي تبيح له إعداد تجار صغار تابعين له ثم يغادر السجن. أعلن اللواء كاظم سلمان برهان المدير العام للدفاع المدني في مؤتمر صحفي في محافظة واسط إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال السيول القادمة من إيران. الإجراءات بلغت أعلى درجات ممكنة كاستعدادات، والكل الجهد مستنفر سواء الخدمي أو الأمني أو الإغاثي، كل الدوائر ومؤسسات الدولة استنفرت طاقاتها واستنفرت توابعها في المحافظات. الدفاع المدني كان من ضمن هذا الحشد، وقد يكون في طبيعة هذا الحشد لأنه المستجيب الأول لمثل هذا الحوادث. كذلك الهندسة العسكرية باعتبار هم المعنيين في التعاطي مع الفيضانات والسيول، والدفاع المدني له كفل من هذه الخطط اللي تعتها وزارة الدفاع في موضوعة الإنقاذ. كانت التجربة الأولى لدينا في الشقاط مثل ما عرفت حضراتكم. الآن نحن في واسط ونيسان هناك استشعار بوجود أمطار غزيرة على المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد تنتج عنها موجة سيول تصل إلى القرى الحدودية أو حتى ما يليها من عناوين وقصر. أهلا بكم من جديد. قالت السلطات الهندية أن 25 شخصا على الأقل معظمهم تلاميذ مدارس لقوا حتفهم إثر سقوط حافلة في قناة مائية جنوبي البلاد، وأضافت أن الحادثة قد وقع في مقاطعة مانديا جنوب غرب عاصمة ولاية كارناتاكا بسبب إهمال وتهور سائق الحافلة. وأفادت وكالة أنباء بريس تريست أوف أنديا إن أغلبية الضحايا كانوا أطفالا عائدين من المدرسة. وأضافت الوكالة أن الضحايا لم يتمكنوا من الخروج من الحافلة لأنها سقطت على جانبها وعلق الباب في قعر القناة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا في لشبونة إن الولايات المتحدة لديها أجندة خفية في سوريا. وأوضح لافروف أنه رغم ادعاءات الولايات المتحدة بتدخلها في سوريا للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش، إلا أن واشنطن كان لديها طموحاتها الجيوسياسية الخفية. وأضاف أن الولايات المتحدة ترى في داعش مبررا لانخراطها العسكري في سوريا. صادق مجلس الوزراء التونسي على مسودة القانون المثير للجدل، قانون الأحوال الشخصية، التي
الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل. التقرير يوضح لنا التفاصيل. شهدت الجمهورية التونسية على مدى السنوات التي مضت وتحديدا منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي نقاشا استقطابيا بشأن الدستور والتوجه السياسي للبلاد مستقبلا. فمنذ العام 2012 استفادت الأحزاب العلمانية من تدهور الوضع الاقتصادي وظهور العنف الديني، ما أدى إلى شعور قطاعات واسعة من السكان بالخوف من الإسلام السياسي الذي لا يخضع إلى أي رقابة. ويعتبر الحبيب بورقيبة الأب المؤسس وأول رئيس للجمهورية التونسية، أحد أهم السياسيين العلمانيين في العالم العربي، ممن أعلنوا علمانيتهم على الناس صراحة. قام بورقيبة بتعديل القوانين المتعلقة بالأوقاف وحدد النظام القانوني حتى يتسنى لجميع التونسيين بغض النظر عن الدين، وقرر أن يخضع جميعهم لمحاكم الدولة ذات القانون المدني. وحظر بورقيبة ارتداء الحجاب بالنسبة للنساء، وصدرت في عهده قوانين حديثة للأسرة عرفت باسم مجلة الأحوال الشخصية، وبها تم تنظيم المسائل المتصلة بالأسرة مثل الزواج والوصاية على الأطفال والميراث وإلغاء تعدد الزوجات. هذا ولم يكمل الحبيب بورقيبة برنامجه التصحيحي بسبب الانقلاب السلمي الذي قاده زين العابدين بن علي الذي نصب نفسه رئيسا للجمهورية التونسية. وفي نهاية عام 2010 وبداية عام 2011 قامت ثورة شعبية في تونس أدت إلى هرب الرئيس زين العابدين بن علي إلى جدة، وتولت الحكم بعده حكومة انتقالية، وتم إصدار دستور جديد لتونس يتضمن قوانين ديمقراطية إضافة إلى حرية المعتقد والضمير والفكر وحرية الصحافة. وبعد 3 أعوام تولى منصب الرئاسة في تونس الباجي قايد السبسي، وهو سياسي تونسي عاد إلى الساحة السياسية بعد الثورة التونسية، وانتخب رئيسا سادسا للبلاد ليتسلم مهام منصبه رسميا في 31 من كانون الأول عام 2014، ويكمل بذلك ما بدأ به الرئيس حبيب بورقيبة. إذ قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية صادق على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وبشكل اختياري، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول. وبيّن مجلس الوزراء أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة في تونس، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها سواء لأسباب دينية أو غيرها. وبحسب المطلعين على الشأن التونسي فإن البلاد تتجه نحو المزيد من التغيير، سيما في مجال تشريع قوانين الأحوال الشخصية، وصولا إلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 130 شخصا من المشاركين في تظاهرات حركة السترات الصفراء التي اجتاحت عدة مدن احتجاجا على سياسات إيمانويل ماكرون وزيادة الرسوم على المحروقات. هذا وأصيب 20 شخصا بينهم 4 من قوات الأمن خلال الاشتباكات التي وقعت بين المواطنين والشرطة في شارع الشانزليه بباريس. صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستدعم اتفاق بريكس بعد أن وافقت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على شروط أسبانيا لتحديد مستقبل جبل طارق الإقليم البريطاني المتنازع عليه. وقال سانشيز إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على تضمين فقرة في اتفاق بريكس تمكن أسبانيا من التعامل مباشرة مع لندن بشأن قضية جبل طارق، وهي القضية التي عرقلت مباحثات بريكس في مراحلها النهائية. وقال إن إسبانيا سترفع حقها في النقض الفيتو وستصوت لصالح بريكس في جلسة المجلس الأوروبي يوم الأحد في بروكسل. يقوم جوتيار من مدينة دهوك بتحويل قصاصات الجرائد إلى مادة أولية تمهيدا لتحويلها إلى لوحات فنية فيما يعرف بمدرسة الكولا. التقرير الآتي يوضح لنا التفاصيل. وقريبا من جوتيار الذي يحول الورقة إلى لوحة فنية وضمن دائرة الفن البسيط،
هذه هي طريقة جوتيار في صناعة اللوحات، استخدام ورق المجلات الذي يتميز بالكثير من الصور الملونة في صناعة لوحات دائرية ملونة يمكن صناعتها بسهولة عن طريق تشكيل الورقة على شكل دائرة تظهر فيها الألوان بشكل جمالي. العمل الذي نقوم به يسمى الكولا، وهي إحدى الطرق الحديثة في الرسم. تعتبر هذه المدرسة مدرسة خاصة لأنها تركز على إنتاج لوحات بالاعتماد على مواد أولية أخرى كالجرائد، المواد القابلة للتلف. نقوم بإعادة تدويرها ونحولها إلى مواد أولية، لذلك فإن هذه المدرسة هي مدرسة خاصة. جوتيار طالب في كلية الفنون الجميلة في دهوك. خطوات تنفيذ هذه اللوحة تستغرق من أسبوع إلى 15 يوما. المدة الزمنية لإنتاج لوحة واحدة هي تستغرق أحيانا 5 أيام وأحيانا 10 أيام وأحيانا أسبوعين، البعض الآخر يستغرق شهرا كاملا. هذا يعتمد على نوعية اللوحة، لأنك في البداية تحتاج إلى تأمين مواد أولية من الجرائد. أنت بحاجة إلى قصها بعناية لأنك تريد أن تحصل على اللون المعين من الصورة الموجودة في الجريدة. لا تبدأ فقط من اختيار الألوان التي تتناسب مع المجلات، ولكنها تبدأ من خطوة مبكرة قليلا منذ وضع الفكرة. يضع جوتيار اعتبارات عدة عند اختيار القصاصات التي تشكل خلفية لوحة ألوانها. غسان خضر، زاغروس تي في، دهوك. رغم قساوة الظروف الطبيعية والمناخ والجغرافيا الجبلية، مربو ورعاة ماشية من عشائر عربية وجدوا ظلتهم تحت سفوح جبال كردستان التي رحبت بهم واحتضنتهم وكانت لهم الملاذ الآمن والجميل. التقرير آتي يوضح لنا التفاصيل. جال بهم الترحال واستقر بهم المطاف، وأخيرا ها هنا حيث لم يجدوا الأمن والأمان والعيش الكريم إلا هنا تحت سفح هذا الجبل، جبل متين بين قرى تابعة لناحية بامرنه في قضاء آميدي. إنهم أصحاب ماشية ورعاة غنم من عشائر عربية كريمة خرجت من عقر دارها ومراعيها بعد سنوات عجاف واستقرت بين أحضان طبيعة كردستان. كان جفاف، كان رعي للحياة، وين ماكو ب2008 ماكو محل، ماكو أي شيء. ومن مسعود برزاني هو أعطانا أمر قال تجون على كردستان، جزاه الله ألف خير. كان عندنا غنم وكلها الجفاف كله، بقى عندنا 15-20 عجة جبناها نوجنا وسرحناها الفترة كلها سارحين، مثل ما يقول عند الرجال هذا وعند هذا وعند هذا، لما ما سوينا تعبنا مثل ما يقول، وسوينا حلال وسوينا سيارات والحمد لله. قساوة الظروف الجديدة من المناخ البارد والجغرافيا الجبلية الصعبة أوجبت عليهم التأقلم والتماشي. والله إحنا ما نرتاح غير وقت الربيع، وقت الربيع الجو طيب الحمد لله، يعني وقت الموسم الربيع يعني وضعنا حيل يصير زين، أحسن شيء يعني. حاليا من جينا أمطار هنا طريقنا هم طريقنا التقن، يعني ما نقدر نروح بكل وقت نريد، يعني ما نصعد. المجتمع الذي يعيشون فيه هنا غير منغلق أبدا، وقد كونوا صداقات ممتازة مع الأهالي هنا. تعامل كلش زين، يعني مع ناحية جوارينا مكان الطبانة بيت، يعني وضعهم حيل زين معانا، تساهلهم معانا زين، ماكو شيء، يعني من جينا قلت لك ارتاحين يعني. وجود هؤلاء في كردستان أعطى ويعطي رسالة واضحة، إن تعريف الإنسانية هنا تحت سفح هذا الجبل يتعدى حدود الجغرافيا والتاريخ والخلاف السياسي. الداخل إلى كردستان لن يجد غير الصدر الرحب حسب ما يقول هؤلاء، لكن بجانب ذلك على الذي يتوق إلى ربيعه الجميل أن ينتظر ويتحمل برد شتائه. فتح يفاري، زاغروس تي في، من تحت سفح جبل متين، قضاء آميدي. تقرير جميل يستحق الشكر والثناء. مشاهدينا، بهذا التقرير وصلنا إلى ختام نشرتنا، ولكن هذا تذكير بأبرز عناوينها.
برعاية رئيس حكومة إقليم كردستان البدء بحملة مناهضة العنف ضد المرأة في أربيل. تحالف المحور يؤكد ترشيح مجموعة أسماء لوزارة الدفاع. مجلس نينوى يكشف تعرض جنوب الموصل لكارثة إنسانية ويصف الدعم الحكومي الإعلامي فقط. العشرات يتظاهرون أمام جوازات البصرة بسبب الفساد. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية من قناة زاكروس الفضائية. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت zakrosnews.net. تقبلوا أطيب التحية لكم مني أنا رفاه المعموري، وشكرا لكم وإلى اللقاء.